لقد اقتربنا من بلادنا الحبيبة. أجل، فلقد عانينا في سفرنا هذا كثيرا. يا إخوتي، ماذا لو منع عنا الملك القمح؟ لا يمكن أن يفعل هذا أبدا، فهو رجل كريم. ولكن بعد أن ينتهي القمح ماذا سنفعل؟ لابد أن نعود مرة أخرى إلى مصر. ولكن إذا عدنا بدون بنيامين فلن يعطينا القمح. أعتقد أن أبي لن يرسل معنا بنيامين أبدا. ماذا لو أخذت كل هذا الذهب مقابل أن أخون الملك؟ سأصبح غنيا، وربما أميرا، وربما اكتشف الملك هذا وأطاح بي من منصبي، وبالقطع سيطيح برأسي. المال والذهب لهما فتنة لا تقاوم. حمدا لله على سلامتكم يا إخوتي. لقد اشتقت إليكم يا إخوتي. هل جئتم بالقمح يا أحبابي؟ هيا إلى أبي فإنه في اشتياق إليكم. هيا. وأنا أشتاق أكثر لرؤية أبي الحبيب. لقد جاء أبناء يعقوب. الحمد لله أن من الله علينا وأعادهم سالمين. كنت في غاية القلق عليهم طوال الرحلة. كنت أثق أن الله سوف يعيد أبناء يعقوب إليه مرة أخرى. ترى هل عادوا بالقمح؟ بالتأكيد عادوا به، لكني كنت أخشى على نبي الله يعقوب. لما يا أخي؟ إنه لم يعد يتحمل بلاء آخر لأبنائه من بعد يوسف. إنه صابر ومحتسب، وهذا هو حال الأنبياء. صدقت يا أخي. كيف سنخبر أبي بما قاله لنا عزيز مصر؟ لا أعرف، ولكننا يجب أن نخبره بكل شيء. على يهوذا أن يقول له كل ما جرى. نعم، أصبت. يهوذا يقول له، وننتظر رد أبينا. يا أبي، لقد أكرمنا عزيز مصر وأعطانا ما نحتاج إليه من القمح. إنه رجل كريم يا أبي، وقد وعدنا أن يعطينا القمح مرة أخرى. نعم وعدنا، ولكن بشرط. نعم، شرط غريب. وبقدر ما سعد يعقوب بعودة أبنائه فإنه ينصت لهم ليرى ما هذا الشرط الغريب. لما علم أن لنا أخاً تركناه هنا أصر على أن نعود به إلى مصر. هذا إن أردنا أن نكتال مرة أخرى. ترى ما الذي حدث في هذا اللقاء؟ أظن أن يهوذا سيفلح في هذا الأمر. وأنا أظن أن أبانا سيرفض هذا رفضاً باتاً.
بعد ما حدث ليوسف لن يوافق أبانا أن يعطينا بنيامين. لا أعتقد هذا أبداً. لنرى ما سيقرره أبونا. ما أجمل هذا القمح؟ إخوتي يقولون إن مصر بلد جميل وأهلها طيبون. بنيامين، هل تحلم بأن تزور مصر؟ نعم، أحلم يا دينا، ولكن لي حلم آخر. وما هو يا أخي؟ أن أرى أخي يوسف، فلقد اشتقت إليه كثيرا يا دينا. كلنا نشتاق إلى يوسف يا بنيامين. إني حزين لما فعله إخوتي بيوسف. حاول أن تنسى ما جرى يا أخي. كيف أنسى يا دينا؟ إنه أخي. لا تحزن يا أخي، وادعو الله أن يجمعنا بيوسف. لماذا أنت صامت هكذا؟ هل علمت ما قاله أبناء يعقوب لأبيهم؟ ماذا قالوا؟ لقد قال أبناء يعقوب إن عزيز مصر لن يعطيهم القمح إلا بشرط واحد. وما هو هذا الشرط؟ أن يأتي معهم بنيامين. ماذا تقول؟ نعم، لقد اشترط عليهم ذلك. ترى لماذا اشترط عليهم هذا الشرط؟ هو سر لا يعرفه أحد، ولكننا لابد أن نمنع ذلك. نعم، لابد أن نمنع هذا الأمر. ألا يكفي ما حدث لنبي الله يعقوب من بعد يوسف؟ لا أريد أن أرى حزناً على نبي الله مرة أخرى. نعم يا أخي، وأنا كذلك.